السلام عليكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من تاريخ الأفكار الاقتصادية. لقد بدأت النهضة العملية في أوروبا تؤتي ثمارها، وبذلك بدأت العلوم الطبيعية تزدهر، وحاول المفكرون في ذلك الوقت أن يربطوا بين الإنسان والمجتمع وعلاقته بالظواهر الطبيعية والقضايا الطبيعية. وبذلك ومع نهاية القرن الثامن عشر تقريبا بدأ علم الاقتصاد يتخذ منحا أكثر علمية وأكثر توجها نحو الاستقلال، حتى يصبح علما مستقلا. صار بعض المفكرين يكتبون في الاقتصاد السياسي أو مبادئ الاقتصاد ككتب مستقلة وليست كأفكار تحتويها كتب أخرى. إذن ازدهرت العلوم بشكل كبير، و سادت فرنسا في نهاية حكم لويس الخامس عشر مدرسة أو مجموعة من الأفكار نستطيع أن نصنفها ضمن مدرسة، هي المدرسة الطبيعية أو الفيزوقراطية، بحيث قام مجموعة من الفلاسفة الاقتصاديين بتقديم نظرية متكاملة عن النشاط الاقتصادي، مبنية هذه الدراسة على دراسة الإنسان وعلاقته بالعالم الطبيعي. ساد في فرنسا في ذلك الوقت اعتقاد أن القانون الطبيعي هو نظام ممكن ولكنه ليس ضروري، وبالتالي هو أمل تسعى إليه البشرية ولكن لا يتحقق. أما في إنجلترا فكانت فكرة القانون الطبيعي أن هذا القانون هو حقيقة مطلقة وعلاقة ضرورية، وبالتالي لا يمكن الانفكاك عنها بأي حال من الأحوال. واعتقد الطبيعيون أن هذا النظام وقوانينه يكتشفان بالعقل وبالبداهة، فبالعقل نصل إلى هذه الحقيقة، الحقيقة الطبيعية. ويقول يعني أحد علمائهم بأن البداهة هي التي توفق بين المنفعة الشخصية والنفع العام من جهة، وبين العدالة طبعا من جهة أخرى. وبالتالي هذه القضية تتضمن اتفاق المصالح بين السلطة والأمة، وهي التي تسمح وتفرض على الإنسان الانصياع لأوامر هذا النظام الطبيعي. ومن أبرز المفكرين الذين ظهروا في ذلك الوقت ويليام بيتي، تنسب له فكرة أن الأرض هي الأم والعمل هو الأب، وبالتالي يأتي لهما وليد هو الإنتاج. وكان بيتي قد تحدث عن ضرورة تقسيم العمل، وبرأيه وبرأي ويليام بيتي فإن نفقة الإنتاج هي العامل الحاسم في تحديد الثمن الطبيعي للأشياء. وكان يرى بيتي أنه الفائدة هي ثمن رأس المال، وهي ثمن طبيعي لا يمكن خفضه. أما كوندياك وصديق ويليام بيتي كان يرى أن قيمة السلعة تتحدد بمنفعتها وليس كلفتها كما قال صديقه بيتي. ورأى كوندياك أن الإنتاج هو تحويل المادة من شكل إلى شكل آخر أكثر نفعا. كذلك من بين المفكرين الطبيعيين كان الدكتور فرانسوا كيني، وهو كان طبيب الملك، وكان قد تأثر بعلم وظائف الأعضاء وبدورة الحياة عند الكائنات الحية، وأصدر طبعا عدة كتب، إلا أنه كانت أبرز فكرة هي جدوله الاقتصادي أو لوحته الاقتصادية التي مثلت دورة الحياة الاقتصادية. ولشرح هذه الفكرة، فكرة اللوحة الاقتصادية أو الجدول الاقتصادي، يجب علينا أن نؤكد على أنه كيني بالأصل قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات: طبقة منتجة هي العاملين في مجال الزراعة، وطبقة عقيمة وتتكون من العاملين في التجارة والصناعة والمهن الأخرى، وطبقة وسطى بين هؤلاء وهؤلاء هي طبقة ملاك الأراضي، يعني كون أن المزارعين يستفيدون منهم، وبالتالي هي طبقة وسطى بين المنتجين وبين الطبقة العقيمة. ويقول ويليام بيتي ويقول فرانسوا كيني في فكرة الجدول الاقتصادي أنه على فرض أن الزراعة تنتج ما قيمته 5 مليارات فرنك، وبالتالي العمال الزراعيين يحتفظون باثنين من هذه الخمسة. السبب في سبب الاحتفاظ هو أنهم ينفقون هذه النفقات، هذا الاثنين مليار، على نفقاتهم الخاصة من المنتجات الزراعية وسداد تكلفة الإنتاج الزراعي، أي أنهم يعني ينفقونها على حاجتهم اليومية وعلى تكلفة إنتاجهم الزراعي. أما الثلاث مليارات الأخرى المتبقية فإن دورتها تتم على شكل أنه ينقسم منها مليار إلى الطبقة العقيمة
حيث أن المزارعون يحتاجون إلى شراء سلع منها، و2 مليار تذهب إلى الطبقة اللي هي طبقة الملاك الأراضي، ملاك الأراضي الزراعية، كون المزارعون يدفعون كلفة لهذه الطبقة. هلأ الطبقة العقيمة ستعود وتشتري بهذا المليار منتجات زراعية، وبالتالي المليار سيعود للطبقة المنتجين وهي طبقة الزراعة العاملين في الزراعة. كذلك طبقة ملاك الأراضي سيعودون وينفقون هذه الاثنين مليار على منتجات زراعية، وبالتالي تنتظم الدورة على هذا الشكل، وبالتالي تكون دائما الطبقة المنتجة هي طبقة العاملين في مجال الزراعة. وبالتالي يمكن تصنيف الأفكار البارزة عند الفيثاغورات على الشكل التالي: قضية الضريبة التي لا يجب أن تفرض إلا على القطاع المنتج والقطاع الزراعي، وبالتالي ليس على بقية القطاعات، كون القطاع الزراعي هو الذي يولد الإنتاج الصافي وليس على الملاك، لأنهم سينقلون الضريبة للمزارعين بالتالي عن طريق يعني ما شرحنا سابقا في اللوحة، وكذلك ليس على الطبقة العقيمة بكل الأحوال، لأنها ستنقل الكلفة للمزارعين عن طريق رفع الأسعار. ورأى الطبيعيون أن الثروة هي ما يمكن استهلاكه دون إفقار لمصدره، يعني تتمثل بالدرجة الأولى في الزراعة، وهذا يتوفر في الطبيعة بطبيعة الحال طبعا، ويجعل باقي النشاطات لا تأتي بثروة. ورأينا أن فرانسوا كيني قال عن الصناعة والتجارة أنها من الطبقات العقيمة، وبهذه الحال يجب على الدولة أن تترك الأمور على طبيعتها دون أي تدخل، وبالتالي للأفراد الحرية بالتصرف بممتلكاتهم الذهنية والمادية، وكذلك للأفراد حرية التعاقد والعمل مع من يريدون، وكذلك حرية الانتقال، ولا يجب أن يتم وضع القيود على الانتقال، انتقال الأفراد أو انتقال رؤوس الأموال من مكان إلى آخر أو من مهنة إلى مهنة أخرى. وهذه القضية، قضية الحرية وقضية ترك الأفراد على طبيعتهم، انتقلت بطبيعة الحال إلى التقليديين الذين سنتحدث عنهم في محاضرة لاحقة إن شاء الله. ولا شك أن الطبيعيين استطاعوا أن ينقلوا علم الاقتصاد إلى علم مستقل بذاته، فهم أول من كتب في كتب بعنوان مثلا الاقتصاد السياسي، أو بدأوا يتخصصون في هذا العلم. لهم مفكرون يعني تخصصوا في علم الاقتصاد ومنظرون وباحثون فكروا بطريقة موضوعية علمية حرة، راحوا يبحثون في الثروة، في الإنتاج، في العمل، في الملكية، وكذلك في الدولة وسواها. رأى الطبيعيون أن الثروة هي ما لا يمكن إفقاره كالزراعة مثلا، وبذلك على الدولة ألا تتدخل في الطبيعة ومجرياتها، وأن تترك الدولة الأفراد أحرارا مستقلين يفعلون ما تمليه عليهم إراداتهم المحضة. وهذه فكرة بنى عليها التقليديون أفكارهم في المدرسة التي سنتحدث عنها لاحقاً.